في أداء محمد صلاح النهاردة في مباراته رقم 100 مع المنتخب؟ بص، خلينا نكون متفقين ان محمد صلاح بيجي منتخب مصر، انا كنت ضد اي حد بيتكلم بيقول اصل بيخاف على رجله، اصل لا، محمد صلاح عنصر مهم جدا 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 داخل منتخب مصر، لكن احنا كانت مش عندنا مشكله. الأهم بحسب لا تقييمك مش أنت، الاهم، الأهم مروان. مفيش حد، مفيش في الكوره حد اهم. ما انت أنت ممكن قلت تعمل مروان الفرق، أهم. لا مروان اهم في نص الملعب ودوره اهم من محمد صلاح بالنسبه لي انا، لكن هو مروان يلعب لوحده؟ لا اكيد طبعًا لا، مظبوط، لكن انا ولا صلاح هيلعب لوحده. بالظبط. فاحنا هو بنتكلم ان احنا الفريق متكامل، فمحمد بس صلاح، محمد صلاح أهم من أي حد في العالم في لا الدنيا، يعني محمد صلاح وجوده، اهم في العالم. ايه لا يعني أهم في، يعني أنت وجوده عندك في المنتخب ده تقل هجومي طبعا، مرعب، ده لا حتى لو مباراة ما عجبكش، بص حتى لو بطولة ما عجبناش، وجوده مختلف تماما. يعني نتكلم شيل محمد انت صلاح بتهتز هجوميا بشكل واضح. انت بتتكلم دلوقتي على قيمة محمد صلاح. قيمة محمد صلاح هو من افضل مش لعيبة بتكلم على العالم، القيمة، متفقين ده تماما على متفقين، لكن القيمة. هل محمد صلاح هيلعب لوحده؟ انا من لا مدرستي، من مدرسة الفريق المتكامل، تمام، انا من مفهوم مدرسة، تماما. انا مدرستي ان انا بحب ان الفريق يتكون من 10 لعيبة وحارس، ال 11 لاعب دول بيفكروا فكر واحد، شغالين بناحية تنظيمية مهمة جدا، ما بيعتمدش على لاعب. اختلاف ادوار محمد صلاح بقى في المنتخب، ما بقاش الجناح اللي هو بيلعب على الخط او بالظبط بيضم لجوه، بالظبط. احيانا بتلاقيه مهاجم تاني، واحيانا بتلاقيه بص رقم 10 في خلينا نص نكون الملعب. متفقين، ايه كابتن رايك في حسام حسن الاختلاف ده؟ نداء ليه ما تلعبش محمد صلاح مهاجم؟ ما ينفعش يلعب مهاجم، لان الماتش اللي فات ابتدى يستعين بيه ان هو مهاجم. عشان تلاعب محمد صلاح، وانا لعبت مع كل اللعيبه دي، هو ما بيبقاش يعني، كوبر حاول يعمل كده لو تفتكر، مظبوط. كوبر حاول يعمل الكلام ده، هو رفض. انا مهاجم، انا مش مهاجم، انا راجل مفهوم. بلعب هاف رايت. ايه الادوار اللي بيعملها الكابتن حسام حسن؟ ادوار مهمه جدا، ان محمد صلاح بقى يستلم من جوه، من جوه الملعب. الاول كان محمد صلاح دايما على الخط، مظبوط. فهو دايما محمد صلاح دلوقتي مع الكابتن حسام بيستلم من جوه، وبيخلي زيزو هو اللي دايما يبقى من بتشوفها وراه. دي ايه بقى؟ هل دي حلوه جدا. اريح لمحمد صلاح فبالتالي هو بينتج اكتر، ولا هي عموما تغيير مكانه ده اكثر افادة للمنتخب من الناحية الهجومية؟ يعني دي رؤية مدرب عايز يريح بالظبط لعيب، ولا رؤية مدرب شايف انه ده الانسب للفريق ككل؟ بالظبط، برافو عليك، جدع اللي انت، اي قول حلو لي قوي بقى الكلام ايه ده. اجابتك بقى. الكابتن حسام فكر في مصلحة الفريق ككل، ما فكرش في مصلحة محمد صلاح. محمد صلاح على طول لازم يشتغل هاف رايت على الخط. محمد صلاح قوته انه يبقى على الخط، يشتغل واحد على واحد على الباك ليفت، الباك رايت يطلع من وراه، يبتدي يطلع الباك رايت، يخش لجوه يشوط. كل دي مواصفات محمد صلاح، تمام. يقدر يجيب اجوان باي فرصه بتجيله. زمان كان مش كان احسن حاجه، لا دلوقتي اي فرصه بتجيله بيحاول يخلصها. كابتن حسام حسن اختار الفريق ان هو يشتغل مع الفريق ككل، ان محمد صلاح لو دخل لجوه ممكن يدي المساحه لزيزو، ممكن يدي المساحه لمحمد دهاني، ممكن يخلي محمد صلاح زي ما حصل ماتش النهارده يعمل اسيست لتريزيجيه مرتين او 3 مرات، عمل شغل محترم جدا للاسيست لاسامه فيصل. فبالتالي محمد صلاح بقى دوره صانع العاب اكتر من ان هو يكون مظبوط هاف. مظبوط. ده بقى من شأنه ان هو يزود الفرص اكتر اللي بتتصنع او بتتخلق، انا لو بما فرق، ان انا لو محمد صلاح هو اللي بيغذي، فبالتالي الدقة متوقع ان هي تكون اعلى، ده، ده انا اللي بتنتظره. اعتقد اني مع فرق منتخبات قويه قويه وجود محمد صلاح على الخط احسن. على الخط اه احسن. طبعا، النهارده لو بيلعب ديفندر رقم 6 في الفرقه الثانيه، اول حاجه هيعمل ايه؟ هيضغط ما يخلوش يستلم هيقرب منه. يضرب. محمد صلاح استلام تحت ضغط مش بنفس حرفنه تريزيجيه، مش بنفس حرفنه قفشه. محمد صلاح ميزته ان يجي بوشه، ما يستلمش، ممكن يعملها مره مرتين، لكن عشان يعملها طول الماتش مش زي عبد الله السعيد، مش زي قفشه، ان هو مش زي امام. بيستلم بظهره. اه طبعا، ما بيع... ما... ما... انا بتكلم بجد، ممكن ما بيعرفش، ممكن يعملها، عملها قبل كده، جاب جون او جونين، لكن عشان يعني انا تلعبه عايز اجيبها بشكل رقمي بقى علشان يترد، يعني مش ه... انا ه... قول لي بس قول انا لي. لا ردي انا انه لا طبعا صلاح مع ليفربول بيستلم كتير بظهره، وبيعرف انه يلف، وبيعرف انه يفضل مستحوذ على ده مش الكوره. طول الوقت يعني، مش طول بس انا الوقت، انت اصل انت مش طول ضربت الوقت، امثله اخرى مش زي طول الوقت قفشه، زي عبد الله السعيد، زي تريزيجيه، طبعا. شايف ان كلهم بيتفوقوا في استلام الكره بظهرهم عن صلاح. اه طبعا، اه طبعا، اه طبعا، خلينا نكون متفقين على كده. احنا عايزين لو انت هتدخل محمد صلاح في نص الملعب، لو في جه ماتشات معينه. ماتشات انت تدخله ماتشات معينه، لكن مع فرق قويه ومنتخبات قويه اسهل حاجه ايه؟ لكن على الخط الباك ليفت هيقف، ايوه. محمد صلاح متعود على كده، هيشتغل واحد واحد بس بوشه. وخد بالك من النقطه دي، محمد صلاح لما هيستلم الكوره هيشتغل بوشه على الباك ليفت. بالكلام عن تريزيجيه، معدله التهديفي زايد جدا في خلال السنة ونص الأخيرة، سواء مع روي فيتوريا أو دلوقتي مع الكابتن حسام حسن. النهاردة وصل